بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمه عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس. نسمع ماذا يريد ان يقول لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء. يعطينا اذانا صاغيه وقلوب مفتوحه لسماع وقبول كلمته المقدسه، فلا نكون سامعين فقط بل عاملين بكل كلمة غير خادعين نفوسنا، وتأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. هذا هو الأحد الثاني من شهر باب المبارك أيها الأحباء، وهو شهر إعلان سلطان سيد المسيح له المجد على خلاص النفوس. فنجد كل أحد هذا الشهر المبارك اللي يتابع القراءات، نجد أناجيل العشية وأناجيل القداسات كلها تتكلم عن معجزة من معجزات السيد المسيح له المجد اللي بتعلن سلطانه، إما سلطانه في إخراج الشياطين، في شفاء المرض، وده اللي كان في الأسبوع الماضي في تطهيره للإنسان المفلوج وشفاءه من هذا المرض، وقال له: مغفورة لي خطاياك، قم احمل سريرك وامشي. وأيضا سلطانه على الطبيعة، وسلطانه على إخراج الشياطين، وده في إنجيل الأسبوع القادم، وسلطانه أيضا على الموت والحياة، وده في الأحد الرابع اللي بيتكلم عن إقامة ابن أرملة نايين. اليوم يا أحبائي يعلن السيد المسيح له المجد سلطانه في معجزة صيد السمك، ولكن الهدف ليس هي المعجزة في حد ذاتها، ولكن المعجزة هي في جذب سمك كثير حتى كادت السفينتين أن تغرقا. وده معناه في المعنى الروحي أن النفوس التي تطهرت من الخطية زي الإنسان المفلوج الأسبوع الماضي تجد نفسها منجذبة إلى هذا الحب الإلهي رب المجد يسوع، وده اللي قال عنه السيد المسيح له المجد: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. إذن الكنيسة بإرشاد آبائها القديسين وإرشاد الروح آبائها القديسين وضعوا لنا هذا التسلسل يا أحبائي حتى ندرك سلطان الله ملك الملوك ورب الأرباب، ليس فقط على كل العالم، ليس فقط على الطبيعة، ولكن أيضا هو تمليك لحياتي ملك ومخلص. ليتأمل بنعمة المسيح في هذا اللقاء. طبعا هناك تأملات كثيرة، منها دخل السيد المسيح إلى هذه السفينة وكان يعلم، ولما لم يصطادوا شيء قال لمعلمنا بطرس الرسول: ادخل إلى العمق. ومعلمنا بطرس الرسول سمع وأطاع وقبل، حتى وإن كان له خبرة سابقة في الصيد، ولكن قال له: على كلمتك ألقي الشبكة. ودخلوا إلى العمق وكانت لهم هذه البركة وامتلاء السفينتين بالسمك الكثير. لقاءنا مع إن كان هذا هو رب المجد يسوع صاحب هذا السلطان، ماذا يعني في حياتي؟ ثقة وتسليم وبركة، ثقة وتسليم وبركة. أدخل إلى العمق في حاجات كثيرة في حياتنا، لا أريد أن أدخل في تفاصيل فيها،
بقدر ما أن الإنسان عندما ينظر إلى حياة الروحية، هل يا ترى هي حياة سطحية؟ هل يا ترى هي حياة شكلية؟ هل هي ترى هي عبادة خارجية؟ أدخل إلى العمق في معرفة المسيح له المجد، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أدخل إلى العمق في الإيمان بي، ليس إيمان نظري، لأن الشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون، بس الشياطين إيمان نظري بدون أي عمل، لكن إحنا محتاجين الإيمان العامل بالمحبة. أدخل إلى العمق في الإيمان، وده اللي هيكملوا فيه النقطة بتاعتنا اللي هي الثقة والتسليم. أدخل إلى العمق في التوبة، ليس فقط هو مجرد اعتراف خارجي أو اعتراف دوري بدون أي فعالية، ولكن باستمرار أقول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أدخل إلى العمق في المحبة، أدخل إلى العمق في الصبر والاحتمال، أدخل إلى العمق في طلب المعونة، أدخل إلى العمق في حتى في حضور القداسات والوجود في محضر الله، فلا نكون كقوم عادة بدون أي ثمر، ولكن لتكن كلمة الله حية وفعالة في حياتنا. دي جوانب كثيرة الله بيدعونا إن احنا ندخل فيها إلى العمق. تركيزي بنعمة المسيح وتأملي أحبائي في من يسمع لكلمة الله، لو إن هذا الأمر الإلهي أدخل إلى العمق لو صدر من إنسان عادي، لكان معلمنا بطرس وكل الصيادين كانوا اعتبروا أن دي يعتبر جرح للكرامة بتاعتهم. أنت بتستهين بالخبرة بتاعتنا، إحنا أصحاب الخبرة في الصيد لسنوات طويلة، كناس عندهم خبرة عارفين أن الصيد دايما يكون بالأكتر إمتى؟ بالليل. إنما ده كان في أثناء اليوم، يعتبر في النهار. كصيادين عندهم خبرة عارفين أن السمك دايما على الشط كده من بره، لكن عشان ندخل إلى العمق مش هنصطاد شيء، ولكن ده حسب الفكر البشري. إنما الإنسان الذي يسمع لكلمة الله، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك إيه، لا تعتمد. عشان كده جاءت إجابة معلمنا بطرس الرسول يا أحبائي تحمل نغمتين، يقول كده الآباء، تحمل نغمة الخبرة البشرية القديمة، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، الخبرة البشرية القديمة اللي هي صيدهم بالليل ولكن للأسف لم يصطادوا شيء، يعني خبرة بشرية فيها إيه؟ فيها فشل وفيها يأس. واللي يخلي باله للقراءات النهاردة، اللي قراءة الكاس لكون، ده اللي قاله معلمنا يعقوب الرسول النهاردة، يقول كده: من هو الحكيم والفهيم فيكم فليرينا أعماله بالتصرف الحسنة. ليست هذه الحكمة يا إخوتي نازلة من فوق، اللي هو يقول لا تفتخروا ولا تكذبوا على الحق. الحكمة البشرية هي أرضية نفسانية شيطانية، فيها غيرة، فيها تحزب، فيها شر، هناك الاضطراب وكل أمر رديء. ده الإنسان اللي يعتمد على فهمه وحكمته البشرية، حتى وإن كان الله أعطانا هذا الذهن وهذا العقل، بس عشان نستخدمه بصورة بحسب قصد الله وليس بحسب فكر الإنسان.
يكمل معلمنا يعقوب ويقول كده: أما الحكمة التي هي من فوق، يعني الإنسان الذي يعتمد في حياته على حكمة الله في حياته وعمل الله، يقول كده: فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مملوءة رحمة وثمرا وصلاحا. علمنا بطرس الرسول أعلن إن إحنا عملنا اللي مفروض بنعمله، ولكن باءت كلها بالفشل واليأس. ولكن يغير النغمة بتاعته، يغير النغمة ويقول له كده بنغمة روحية جديدة. ولكن اللي هو دايما في اللغة أو في الحديث الإنجليزي باستمرار ممكن يديك الكلام وبعد في الآخر يجي يقول لك but، يعني في رجاء، في أمل. طبعا إذا كان الموضوع فيه حل، وبالنسبة لنا باستمرار في بط، مش بط بط يعني بتاع الأكل ده، لا، بط يعني تغيير المسار تماما. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الغير مستطاع عند الناس لكن هو مستطاع عند الله. عشان كده يقول له كده بنغمة الإيمان بكلمة الله الفعالة الحية: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. واسمحوا لي إن أنا أقول لعل خبرة معلمنا بطرس الرسول يا أحبائي، خبرة سمعان، هي خبرة كل واحد مننا في الحياة. حد أمثلة بسيطة عشان نقدر ندرك هذا المعنى. تعال نسأل الذين اتكلوا على الغنى أو السعي وراء المال، الذين اللي حبوا إن هم يكونوا أغنياء زي ما قال الكتاب المقدس: كيف يسقطوا في فخ وشهوات وتجربة وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. تقول له أخذت إيه؟ يقول لك كده: تعبنا العمر كله ولم نأخذ شيئا، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. اسأل اللي جرى وراء محبة العالم وممتلكات العالم ومراكز العالم وكل ما هو إغراءات للعالم في إشباع هذه الرغبات. اسأل أخذت إيه في الآخر؟ يقول لك باطل الأباطيل، الكل باطل. أخذنا فرح، فرح وقتي. أخذنا انبساط، انبساط وقتي. نرجع لنفس الحزن اللي احنا فيه، نرجع لنفس الكآبة اللي احنا فيها، نرجع لنفس المشكلة اللي احنا فيها. يبقى الحاجات اللي بنستعملها في العالم بنجري وراها عمرها ما حتدينا حل. باطل الأباطيل، الكل باطل. تعبنا العمر كله ولم نأخذ شيء، لا في راحة، لا في سلام، ولا في أمان، ولا اطمئنان، ولا أي شيء. طب اسأل اللي ضيع عمرهم في طلب كرامة أو مديح الناس أو عطف من الناس أو شفقة من الناس، أيا كان المسميات، اسألهم أخذت إيه؟ يقول لك للأسف كلها كانت مصالح، تخلص المصلحة ولا كأنه بيعرفني. يرجع الإنسان خايب فاشل، حتى ما فيش حتى كلمة، إذا كانت قالت كلمة شكر خلاص اتنسى الموضوع. يرجع يقول لك كده إيه: ليس من يمدحه الناس بل المزكى والممدوح من مين؟ من الله. وعلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى: ليس الإنسان الذي يمدح من الناس، ولكن الإنسان اللي يكون المديح بتاعه، الشهادة بتاعته جاية من فين؟ من فوق، زي شهادة يوحنا المعمدان: هوذا لم يقم من مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان. زي الإنسان المفلوء القائد المئة اللي بثقة وبتسليم يجل السيد المسيح ويقول له كده ايه: قل كلمة فيبرأ غلامي.
طب اجي معاك؟ لا، مش محتاج. قل كلمة فيبرأ غلامي. يقول عنه السيد المسيح: شهادة حية، لم أجد في إسرائيل كلها مقدار إيمان هذا الرجل. وكان إنسان وثني، كان إنسان أممي بالنسبة لليهود، آسف في التعبير، ولكن ده الحقيقة، مجرد كلاب. لكن قائد 100، ويجي للسيد المسيح ويمدح السيد المسيح بهذا الإيمان: لم أجد في إسرائيل كلها إيمانا بمقدار هذا. اذهب، الغلام قد شفي. يستفسر عن إمتى شفي، يعرف إنه في اللحظة اللي نطق فيها السيد المسيح هذه الكلمة. عشان كده أحبائي، روح القدس النهاردة يغير جوانا كل المفاهيم اللي بحسب فكرنا البشري، اللي في النهاية يحمينا ربنا لا حتجيب ولا حتودي بأي شيء، حنطلع في الآخر إيه؟ باطل الأباطيل، الكل باطل. تعبنا العمر كله ولم نصطاد شيء ولم نأخذ شيء، لكن على كلمتك يا ربي نلقي الكلمة. هكذا يقول الآباء، هكذا تصلح هذه لكل الذين يسعون جريا وراء باطيل العالم ويريدون أن يمتلئوا من فراغه. لكن على كلمتك ألقي الشبكة. هل بتصدق؟ ترنيمة بنقولها باستمرار: صدق إن كتير حبيتك، صدق إن عشانك جيت، صدق إنك أنت في إيدي، صدق إن الشيطان مغلوب. صدق، ثقة وبالتالي تسليم. أقول لك، هل بتصدق كلمة الله إن هو مهما كانت خطايانا يقول لنا كده: هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالصير كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تبيض تصير كالصوف النقي. ناس كثيرة بتستكتر على ربنا إن هو ممكن إن هو يغفر الخطايا بتاعتها، ويقول كده: أنا شيطاني كبير، خطاياي كثيرة، هيغفر إيه ولا هيغفر إيه؟ أقول لك هو وعد. صدق، تعال نتحاجج وتعال نتكلم. صدق إنك أنت لما تتوب وتاجي تعترف، إن يقول لك كده: إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لينا خطايانا. ليه مبتعد عن الاعتراف؟ ليه مبتعد عن التوبة؟ ليه مبتعد عن هذا السر العظيم؟ هل يا ترى ما عندكش ثقة إنك أنت لما تاجي تعترف إن كل خطاياك، كل الماضي هيتغفر ليك؟ هل تصدق إنه مهما كنت بعيد ورجعت للمسيح وقبلت صوته وكلمته في حياتك، هل تصدق إنه هو ممكن يدخل إلى حياتك مرة تانية؟ ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. آخر حاجة حقولها، صدق إنه في الآخر اوعى يضحك علينا الشيطان، أو اوعى يضحك علينا العالم بتعاليمه إنه ما فيش حاجة اسمها عذاب أبدي، ولا في حاجة اسمها جهنم زي ما بيقولوا الشهود يهوى، وزي ما بيقولوا الملحدين، وزي ما بيقولوا في الآخر هناخد إيه؟ لا في أبدية ولا في أي حاجة، خلينا نأكل ونشرب وغدا نموت. لا حبيبي، فيه، ومش عايزنا إن احنا نروح ليه. عشان كده يقول لنا كده: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. لا، فيه، ربنا طيب وحنين وطويل البال. يقول عنه في مزمور 3: الرب رحيم رؤوف طويل الأناة كثير الرحمة، لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازنا حسب آثامنا، كارتفاع السماوات على الأرض، كبعد المشرق عن المغرب،
هكذا قويت رحمته على خائفيه. ده كله هو إلهنا، ده كله هو إلهنا الصالح. بس ده كله إمتى؟ فرصتنا وإحنا ما زلنا عايشين على الأرض نتمتع بكل هذه الصفات اللي أبونا السماوي رحيم ورؤوف طويل الأنا وكثير الرحمة وباله طويل جدا، حتى لو في الهزيع الرابع من عمر الإنسان مستعد إن هو يقبل الإنسان. تصدق وتقبل وتسلم ليه وترجع تاخد بركة. أول بركة هتاخدها إنك هتكتشف الحالة بتاعتك وبتاعتي، زي معلمنا بطرس الرسول: اخرج من سفينتي يا رب. ليه؟ يوم يدخل المسيح اكتشف ان انا لا شيء، الا انا كنت فاكر نفسي كل حاجة وكبرياء وعناد وافتخار وما فيش حد زيي. لما يدخل المسيح الاقي نفسي ان انا نقطة ويمكن ذرة اقل من النقطة في محيط. أقول له: مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي باجع. أنا أستاهل إنك أنت تاجي وتخبط على قلبي وتقول لي افتح لي؟ مين أنا مين يا رب؟ اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. بركة روحية يكتشف بيها الإنسان نفسه ويكتشف بيها حياته، بركة في حياته كل ما تمتد إليه أيديه وأيدينا ناخد فيه بركة روحية، زي بركة صيد السمك النهاردة. لما يجي الإنسان ويسلم ويقبل المسيح لحياة في حياته، لما تكون أعماله مسنودة باستمرار بكلمة الله. يا أحبائي، هو وعد وكذا وقال كذا، وعلمنا داود النبي يقول: إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة، وإن لم يحرس الرب حياتي فباطلا تعب الحراس. الله وعد في أشعياء 55:11 يقول كده: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. ياريت خلوا بالكم للآية دي، ومقابل هذه الآية أي فكر بتاع شك أو عدم إيمان أو قلة إيمان في كلمة الله، مهما كان الظروف، مهما كان الوضع اللي أنا فيه، ثق وآمن. الله بيقول الكلام ده على فم أشعياء النبي: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي أبدا فارغة، بل تعمل. الكلمة تعمل، تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. بس تعمل في مين؟ في الإنسان اللي يصدق، وتعمل في الإنسان اللي يقبل ويقول له: تعال يا رب. معلمنا بطرس الرسول ما يعرفش السيد المسيح، استأذن منه: ممكن أدخل إلى السفينة؟ تفضل يا رب. النهاردة أقول له: تعال كده، تفضل يا رب، وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. منتظرين إيه يا أحبائي؟ منتظرين إيه؟ لحد إمتى هنخليه خارج السفينة بتاعتنا؟ هقول في الآخر كده شعار أتمنى إن احنا نحفظه، بس خليني أختم بقصة يا أحبائي، قصة واقعية. تحكي هذه القصة بأنه ابن صغير طلع مع أبوه للصيد، صيد سمك، وكان طبعا مجرد قارب مركب صغير. قامت رياح وعواصف شديدة وأمواج لدرجة إنها ابتدت تهز المركب الصغير ده، وابتدى الطفل يخاف، طفل صغير. بص لأبوه، لقى أبوه ثابت مش خايف، فجرى على طول
كان في طرف المركب جرى على طول واحتمى في حضن أبوه ومسك يد أبوه كده، قال له أنت مش خايف يا بابا؟ شايف اللي احنا فيه ده؟ احنا الرياح شديدة لدرجة هتجلب المركب. قام الأب بإيمان، ولأنه حياته حلوة مع المسيح، مسك سكينة صغيرة وحط السكينة دي على صدر ابنه وكأنه هيذبحه. بص للولد لقاه مش خايف ولا أي حاجة. فالأب بيسأل ابنه، قال له هو أنت مش خايف؟ ده السكينة في ظهر في صدرك، أنت مش خايف إن أنا ممكن أأذيك؟ قال له لا مش خايف. قال له ليه؟ شوفوا يقول له كده إيه. قال له أنا في حضنك والسكينة في يدك وأنا ابنك وأنت أبويا، أخاف إزاي؟ تاني، أنا في حضنك والسكينة في يدك، يعني أنت متحكم فيها، يعني اللي بيتحكم فيها مش الظروف ولا العالم ولا المشاكل ولا القضايا اللي حواليني، ولا العالم كله يقدر يتحكم فيها، كل الأمور في سلطانك في يدك وأنا في حضنك وأنت أبويا وأنا ابنك، أخاف من إيه؟ عمرك ما هتأذيني، عمرك ما هتسمح بإنك أنت إننا أهلك، عمرك ما هتسمح إن أنا أموت بعيد عنك. فقام أبوه ورد عليه وقال له إيه؟ قال له نفس الكلام يا ابني، أنا مش خايف. ليه؟ قال له كده أنا في حضن الآب السماوي، والعالم كله والعاصفة والطبيعة والمركب اللي احنا فيه كلها في إيده، وأنا ابنه وهو أبويا، أخاف من إيه؟ استوعبنا القصة؟ يريد ده يكون إيماننا، يريد دي تكون الثقة بتاعتنا، وهنا نأخذ كل نعمة وكل بركة في حياتنا يا أحبائي. يقول كده أحد الآباء، هذه هي حياة المؤمن، هي حياة تسليم الإلهية بثقة كاملة في حكمة الله ومحبته، هي حياة الثقة في أن الله هو صانع الخيرات وضابط كل شيء، وما يسمح به هو للخير. حياة الإنسان المؤمن هي حياة اللا مستحيل، لأنه يثق أن كل شيء مستطاع للإنسان المؤمن. الشعار اللي عايز أحطه النهاردة بمناسبة هذه القصة يا أحبائي، سفينة حياتنا، احفظوا معايا، سفينة حياتنا من غير دخول المسيح فيها ملهاش أمان ولا حتوصل لبر الأمان. سفينة حياتنا من غير بركة المسيح فيها لا توجد فيها أي بركة. سفينة حياتنا من غير كلمة المسيح الحية لا توجد فيها أي بركة. سفينة حياتنا من غير قيادة رب المجد يسوع ليها ملهاش خلاص، ملناش خلاص، لأن ليس بأحد غيره الخلاص يا أحبائي. يسوع في السفينة، حافظين الترنيمة؟ يسوع في السفينة يا ريس، قوة عظيمة يا ريس. ليه متخاف؟ ليه تضطرب؟ ليه شاكي؟ ليه مش مصدق؟ مسيحنا القدوس النهاردة يعطينا يا أحبائي، يعطينا هذه نعمة الثقة والإيمان، نعمة التسليم، حتى نتمتع بنعمة البركات الروحية، بركات الروحية اللي فيها خلاص الإنسان، وبعد كده كل بركة في العالم يعطيها لينا الله.
الله يكمل هذه الرسالة بلمسة روحه القدوس حتى تأتي لينا يا أحبائي فعلا بحياة جديدة، بفكر جديد، بتوبة جديدة، برجاء جديد. اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. يقول عنه معلمنا بولس الرسول: إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يحمينا الله، بل يعطينا هذه البركة وتمتلئ حياتنا بكل ما تفتح إيديك فتشبع كل حي من غنى بركاتك. لك كل المجد يا ربي والآمن الآن وإلى الأبد. أمين.